يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 50 من عمره دعا أهل الطائف للإسلام، وبعد أن مات أبو طالب نالت قريش من المصطفى ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فبلغ ذلك أبا لهب فقال له: يا محمد، امضي لما أمرت وما كنت صانعا، إذ لو كان أبو طالب فاصنعه، لا واللات والعزى لا يوصل إليك حتى أموت. فمكث كذلك أياما لا يعترض له أحد هيبة لأبي لهب، ثم انقلب أبو لهب مرة أخرى وعاد إلى ما كان عليه وقال له: والله ما برحت لك إلا عدوا. واشتد أبو لهب وجميع قريش عليه، حتى قال أبو جهل: أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: لا نسلمك أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم قعد ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فلما جلس احتمل أبو جهل الحجر حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت، فلما دنوت منه عرض لي دنوه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فهم بي أن يأكلني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل عليه السلام، لو دنا مني لأخذه. رواه البيهقي في دلائل النبوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.